لو طلعنا احنا على البانر الاعلى عن المكتبه، يعني بعض المعلومات عن المكتبه، بعض الخدمات الالكترونيه بقدمها المكتبه، وبعد وبعض الداتابيس اللي هو قواعد البيانات الالكترونيه. لو انتم مثلا بدكم تبحثوا عن اي موضوع في، ممكن تبحثوا في الكتب، في الدوريات، في الرسائل العلميه. يعني لو احنا مثلا بس اخذنا هان الرسائل العلميه وكتبنا اي عنوان بدكم اياه، مثلا مثلا التدريب او تريننج، مثلا تدريب، المفروض يكون في، فيش في عربي يا ابو حمزه؟ او هاي تريننج، يعني بلاش تريننج. اوكي، وبنروح على بحث. طبعا هاي جاب لي الابحاث اللي بتشمل على كلمه تريننج. لو احنا ضغطنا زر هاي رساله كامله، ممكن احنا نحصل على الرسالة. تمام، هاي الرسالة زي ما انتم شايفين هاي موجودة، هاي بتنزل هام. يعني ما في مبرر احنا نقول والله المكتبة مش فاتحة والمكتبة مغلقة، يعني بلزمش كتير. موجود على الصفحة كل شيء. تمام، هاي زي ما احنا شايفين كل الرسائل العلمية اللي بتنتجها الجامعه الاسلاميه، وفي حد كل شيء يعني فيها خاصيه انك تنزليها. كيف؟ في رسائل ما بنفع انك تنزليها. يعني بنحكي 99% من الرسائل مسموح لك تنزليها. تمام؟ ما في مشكله. نيجي كمان نتطلع على مثلا لو احنا بدنا نبحث في المشرف، يعني حدث مثلا نشوف مين مشرف على الدراسه، ممكن احنا نبحث في المشرف. هذا على مستوى مثلا الكتب الالكترونيه، على مستوى رسائل الماجستير، على مستوى الكتب المتوفره في الكليه. ممكن احنا نروح على قواعد البيانات، فتحت لنا صفحه بسموها قواعد بيانات الكترونيه. اوكي، طبعا لازم كل طالب يكون عنده يوزر نيم وباسورد، نفس اليوزر نيم والباسورد اللي انتم بتتعاملوا فيه. اوكي، نفسهم. طبعا عندنا هاي مجموعه القواعد البيانات مختلفة. هان في Duke Journals، في عنا IMF Library، في عنا Bio1، في عنا Ecolink. Ecolink هاي بالعربي، يعني هاي أبحاث باللغة العربية. يعني اللي بده مثلا أبحاث في اللغة العربية ممكن ياخذ الـ Ecolink. نطلع عليها الـ Ecolink. هاي الـ Ecolink، لو مثلا كتبنا احنا كلمة تدريب على سبيل المثال او تريننج، اوكي، بدناش نغلب حالنا. اوكي، تريننج مثلا، نعمل كليك. طبعا احنا كاتبينها غلط كلمه تريننج. اوكي، هاي طلع لي الابحاث اللي لها علاقه بالتريننج. طبعا احنا شوي شوي بنصير احنا نتعلم كيف نعمل ريفاين للريسيرش، كيف نعمل ريفاين، لا مش تخفيض لعدد النتائج الموجوده عندنا، فلتره، يعني انه احنا نفلتر البحث. لو احنا بدنا الدراسه زي ما انتم شايفين هان في اشاره البي دي اف، نعمل عليها دبل كليك، ودبل كليك بتودينا على، بتنزلنا المقال او الدراسه اللي احنا بدنا اياها. زي ما انتم شايفين هان بحاول انه يشوف كيف اليه تنزيل هذه الدراسه. اوكي، طبعا لا احنا بنحكي لكم اياه اليوم، يعني واحد من مليون الامكانيات الموجوده في العالم. يعني هذا لسه، هذا يمكن طلاب سنه اولى المفروض ياخذوه، واحنا ناخذه هنا في سنه ثالثه تقريبا. فهذا this is a very basic، شيء بسيط جدا لنشوف طبيعه القواعد البيانات اللي ممكن نشتغل عليها. تمام،
لو احنا رجعنا على المكتبة المركزية كمان مرة وشفنا قاعدة بيانات مثلا زي جي أسطور، جي أسطور، جي أسطور برضو قاعدة بيانات كتير كتير مهمة، لها علاقة في الاقتصاد وفي الإدارة. أوكي، لو احنا عملنا دبل كليك على الجي أسطور بنفس الطريقة بنحط هان ال اوكي بنحط بتويا تريننج وات ايفر، تمام. بدنا احنا ناخذ مواصفات هذه الصفحه. هاي الصفحه بتطلع عندي نتائج البحث. الجانب على الشمال موجود هنا الامكانيه ان احنا نعمل فلتره اكثر، يعني هل الدراسة بدنا إياها article journal article، يعني مجلة علمية محكمة، كتاب، يعني قد تكون شابتر في كتاب، تقرير بحثي، أوكي، كمان ممكن يكون مثلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعطيكم العافية. طبعا الدكتور يمكن بدأ شوية في الموضوع القواعد البيانات الإلكترونية وأعطاكم يمكن نظرة سريعة عن الموضوع. إحنا هنكمل على زي ما بيقولوا نهج الدكتور بإذن الله، ونحاول نضيف إضافات يعني بسيطة إن شاء الله. طبعا الوصول لقواعد البيانات الإلكترونية موجودة عن طريق الموقع المكتبة المركزية. موقع المكتبة المركزية فيه أكثر من ميزة، فيه منها مزايا البحث، في مزايا البحث في الكتب، في الدوريات، في الرسائل الجامعية، إمكاني أحمل الرسائل الجامعية إن كان الماجستير أو الدكتوراه اللي تم مناقشتها في الجامعة الإسلامية بشكل كامل من موقع المكتبة المركزية. طبعا هذا بتفيدني كثير في البحث، وفي إن كان في بحث بكالوريوس، في بحث دكتوراه، في بحث مساق، فبتفيدني بشكل كويس. لن نجي لقواعد البيانات الإلكترونية. في عندنا نوعين من قواعد البيانات الإلكترونية، في عندنا قواعد بيانات باشتراك، وفي عندنا قواعد بيانات مجانية. قواعد بيانات باشتراك هي عبارة عن قواعد بيانات مدفوعة الأجر، ما بتكونش متاحة لأي حد إلا باشتراك سنوي أو شهري أو حسب نوع المادة المتاحة أو إشي زي هيك، وهذه بتم الاشتراك فيها عن طريق الجامعة، إما من الجامعة بتقوم بدفع المبلغ بنفسها لاحتياجها للموضوع، أو عن طريق مشاريع أو شراكات مع جامعات أو مؤسسات أخرى. عندنا قواعد البيانات المجانية، هذه قواعد بيانات مجانية متاحة للجميع، إن كان الجامعة الإسلامية أو غير الجامعة الإسلامية، متاحة للعالم كله. إحنا اللي بنعمله نجمع هذه القواعد، نتأكد من صحة البيانات اللي بتعطينا إياها، نتأكد من جودتها، من فايدتها للطلاب، ومنحطها هنا نجمعها في قائمة على أساس تسهل للطلاب الوصول إليها. طبعا بالنسبة لقواعد البيانات الاشتراكية متاحة للوصول للطلاب والطالبات والموظفين الجامعة الإسلامية عن طريق موقع المكتبة من داخل وخارج الجامعة. كل اللي بيلزم هو تسجيل الدخول للموظف، يكون اسم المستخدم وكلمة المرور المعتادة عليه، وللطالب أو الطالبة بيكون رقم الجامعي وكلمة المرور اللي بيدخل فيها على خدمات الطلبة كلها. نبدأ بجيستور دكتور؟ جيستور؟ خلص تمام. هنبدأ طبعا كل قاعدة بيانات هنلاقي في القائمة عنا، هنلاقي كل قاعدة بيانات موجود الاهتمامات اللي بتغطيها. طبعا هذه المواضيع العامة، في مواضيع مخصصة داخلها بتكون، وعندنا كل واحدة موجود من متى المدة المتاحة إلها، لأنه الجامعة عادة مش كل قواعد البيانات بتشترك فيها دائما، وبتتغير الأشياء المتاحة من فترة إلى فترة. يعني مثال عندنا دوك جورنالز، هذه متاحة حتى 31/12/2019 لآخر السنة هذه. IMF Library الأصل هنا تجددت بس التاريخ مش مجدد حتى نهاية 2019. نروح على قاعدة بيانات JSTOR كأول مثال. طبعا كل قاعدة بيانات موجود عندنا آلية الوصول إليها من داخل وخارج الجامعة عن طريق الرابط التالي. هنعمل تسجيل دخول. هتجيني قائمة أخرى، هذه اللي بتتيح لي، خلينا نقول كأنها البوابة اللي بتتيح لي أن أدخل من خارج وداخل الجامعة كأني بشتغل من داخل الجامعة الإسلامية. فأي مكتبة موجودة هنا كاسم هلاقيه موجود عندي في القائمة هذه. إحنا دخلنا على جي ستور، هندخل على جي ستور بشكل ثاني أو مرة أخرى.
اذا اجاني اي تحذير او اي شكل هذه بتكون من مشكله السكيورتي وانه البيانات عشان تنتقل من موقع لموقع فمش امن، فبنقول له ادفانسد او متقدم ونقول له تابع للمكان اللي احنا رايحين له. طبعا كل قاعده بيانات مش الجامعه الاسلاميه هي اللي عاملاها، كل قاعده بيانات في لها المؤسسه او الجامعه او الشيء اللي هي تابعه لها، فكل قاعده لها تصميمها، لها توزيعتها، لها اسلوبها في العرض، في التحميل، في عرض البيانات، في البحث، فكل قاعده بيانات حنلاقي لها واجهه مختلفه. شطاره الطالب هنا انه يتعرف على كل قاعده بيانات ويحاول يوصل للمعلومه بالشكل الافضل، هنا شطاره الباحث والطالب. اهم شغله في اي قاعده بيانات بدخلها اللي بيشترك، باكد اللي باشتراك اني لما ادخل عليها اتاكد انه هو بيقول لي انه اهلا بك من الجامعه الاسلاميه بالانجليزي او بالعربي حسب الموقع اللي انا داخله. لاحظين هيك انا اذا لقيت هذه موجوده انا بتاكد هيك انه طريقه الوصول اللي انا دخلت فيها صحيحه وانه البيانات اللي حبحث عنها ومشتركه فيها الجامعه حوصل إلها بشكل سهل. الان كمثال عندنا قاعده البيانات هذه، حلاحظ انه عندنا في بحث متقدم، طبعا البحث الاساسي هي موجود، في عندنا البحث المتقدم، في عندنا الاستعراض البحوث الموجوده بالموضوع او بالعنوان او عن طريق الناشر، وفي عندنا ادوات اخرى للفائده العامه. لو جينا نبحث عن موضوع معين، في موضوع معين دكتور في بالك؟ في حد ما هذا الانفليشن مثلا؟ انفليشن هاي اجت لنا نتائج البحث اللي متعلقه بالانفليشن. الان في اي قاعده بيانات انا دخلتها وعملت عمليه بحث، إذا لقيت في متاح لي داونلود بي دي اف معناها هذا البحث الجامعة مشتركة فيه ومتاح للطالب وإنه يحمله. إذا لقيت مثلا قال لي شراء أو بيرتشيس أو مثلا اطلاع بكون هذا مش من ضمن الاشتراك، لأنه في بعض قواعد البيانات بيكون فيها مثلا دفترة 5 مليون أو 4 مليون باحث الجامعة ما بتقدر تشترك فيهم كلهم، فبتاخذ مجموعة مخصصة حسب اهتمامات أو رغبات الكليات الموجودة عندنا. فاللي بلاقيه متاح للتحميل هو اللي بيكون متاح عندي. طبعا هنا في عندي فلترة للبحث، في عندي هنا ترتيب للبحث اللي عملته، بإمكاني طبعا استعرض كل واحدة حسب العنوان، حسب المؤلف، الجورنال اللي بشتغل عليها، وبقدر اعمل تحميل لملف البي دي اف واطلع عليه. كمان دريت ميزة الريفرنس سيتيشن، كمان هرجع حجي له هالجانب، كمان حنطلب انهم بيعملوا اونلاين سيتيشن. تمام، هاي البحث بيجيني بشكل كامل وبامكاني اتصفحه او اذا بدي احمله بعمل له سيف از وبحمله، هي سيف از لينك. تمام، الان بالنسبه لاي بحث انا مثلا اخذته ورجعت له او اخذت منه اقتبست شغله، بامكاني ادخل على البحث طبعا هنا بيعرض لي بعض الصفحات الموجوده في البحث، وبنلاقي عاده عندنا في عندنا شغله بسموها سايت ذس ايتم، هذه اللي هي اني احط المرجع اللي انا اخذت منه بشكل علمي وبشكل صحيح في البحث اللي انا عملته. يعني مثلا اذا اخذت انا مثلا قطعه او جمله من البحث فبدي اعملها في المراجع في الاخر اضعها، فالطريقه الصحيحه اني اعمل سايت ذس ايتم، فبضغط على سايت ذس ايتم وبعمل كوبي. طبعا انا في اكثر من ميثود او يمكن الدكتور على اطلاع اكثر مني فيها، الميثود ايش الفرق بينها؟ احنا في السايت كمان حنعمل داونلود للسيتيشن نفسه كمان بحيث انه يتعرف على يعني على نوع السيتيشن. المفروض هي في الارتيكل سايت، هي سايت سايت تمام. هتلاقي في تحت اللي هي اكسبورت، في اكسبورت تحت، هي الاكسبورت هنا. اوكي، بنطلع على الاكسبورت هاي في حسب نوع ال الملف اللي انتم بتستخدموه في السيتيشن. في عندنا احنا، بس انتبهوا يا بنات، في عندنا اهم برنامجين في السيتيشن اللي هو عندنا اند نوتس وعندنا مندلي. تمام، اند نوتس ومندلي، على الاقل لازم احنا نعرف كيف نستخدم واحد منهم. لانه بكره لما انت بدك تصير تروح تدرسي برا، تمام، فيش السيتيشن بتاع زمان هاي اليدويه خلصت. اليوم في سيتيشن الكتروني، وبالتالي بنروحنا احنا ناخذ واحدة من هدول، اوكي، اكسبورت سايتيشن اي واحدة، اوكي. اذا كان البرنامج بيعرف، اذا كان برنامج لازم حيتعرف عليها، حيتعرف عليه، حيودينا اياها على سايتيشن. طبعا طالما مش بيعرفش الملف
مش هيعمل السيتيشن. عشان هيك انا كنت جايب اللابتوب تبعي بحيث تشوفوا كيف عمليه السيتيشن. في الار اس للنوت ولا هذا الار اس؟ هاي شايفين نزل الملف، هاي موجوده هاي الملف. لو احنا عملنا دبل كليك عليه بس لانه ما بيعرفوش بالجهاز مش حيتعرف عليه ويفتح، بيقول ليش البرنامج اللي بيفتحه. طبعا هذا حيخلي حياة الباحث سهلة ومريحة، وبعدين بنحفظ كل ملفات داخل الريفرنس. طبعا في ميزة في الموقع مثلا كمثال جي ستور، نحكي كل موقع فيه له مزايا وإضافاته. كميزة نرجع للسيتيشن، أنا بإمكاني مثلا إذا أنا مثلا راجع لأكثر من بحث أحدد البحوث اللي أنا رجعت لها بشكل هيك، وفي هذه في نتائج البحث بعمل له هان إكسبورت سيتيشنز لأكثر من بحث بشكل مع بعض، بدل ما أدخل على كل واحد وأعمل إكسبورت لكل واحد لحال، فبيعمل لي إكسبورت لهم مع بعض في ملف واحد موحد. فطبعا هذا إيش من مزايا موقع جيستور. ممكن هذه الميزة تلاقوها في مواقع أخرى، ممكن لا. تمام، الآن ننتقل للموقع الثاني، نروح لجيستو لإيكولينك. أوكي. إيكولينك. طيب الآن قاعدة البيانات الوحيدة اللي موجودة متوفرة اللي بتغطي العلوم الاقتصادية والإدارية، أو خلينا نقول قاعدة البيانات العربية الوحيدة في أي مجال، هي عندنا قاعدة إيكولينك. هندخل عليها بنفس الآلية من الرابط هذا من داخل خارج الجامعة، هندور على منظومة إيكولينك، هي هندخل عليها. طبعا لاحظت انه قاعد بيقول لي مرحبا الجامعه الاسلاميه، انا تاكدت انه طريقه الدخول صحيحه ومتاحه لي الاشياء اللي مشتركه فيها الجامعه الاسلاميه. هنبحث نفس الشيء بس الان بدنا بالعربي، ممكن نلاقي بالانجليزي انفليشن. انفليشن طبعا حتطلع لي نتائج البحث، اكم نتيجه عندي هان، الترتيب اذا بدي حسب التاريخ، الأحداث، المؤلف، العنوان. في عندي هنا فلاتر لتضييق النتائج البحث عندي، بالمؤلف، بالسنة، بحدد من سنة إلى. وأنا عندي برضو نفس الشيء البحوث. الآن برضو اللي متاح لي بي دي أف له، هذا من ضمن الاشتراك. اللي ما فيش له بي دي أف كمثال هذا البحث، هذا مش من ضمن الاشتراك اللي بتغطيه الجامعة الإسلامية. هذا بإمكاني أطلع فقط على بياناته كمؤلف، من وين طالع البحث أو شيء زي هيك. الباقيين بقدر أعملهم تحميل. كمثال نعمل هذا، هي يحمل الملف بي دي اف، امكاني اطلع عليه لكل بيانات. السيتيشن اتوقع مش موجوده بشكل مناسب في الموقع جي ستور، بس خلينا نطلع عليها. نفتح ما بحث. هاي المواقع العربيه شباب بتغلب في النص الثاني. هو قالوا انه قبل فتره بدهم يضيفوها لانه رجعناهم احنا. اتوقع هذه هي موجوده صحيح، لانه قال كانتش موجوده واحنا رجعناهم، طلبوا منا البحث العلمي انه نرجعهم، رجعناهم وقالوا حنضيفوها كميزه. فالان هي موجوده نفس الشيء، اند نوت، هي الار دي اف صحيح. لانه اصلا ما كانش حتعمل سيتيشن عادي، لانه احنا رجعناهم قلنا لهم انت بتخلص الايكولينك اتوقع في اخر 2019، لأن إحنا جددنا سنتين صحيح؟ أنا مش أذكر برضو في الأرقام، مش كثير حافظ عشان عندي أكثر من قاعدة بيانات. وهذا إحنا بنوفرهم من خلال الاتحاد الأوروبي، وفرنا مجموعة من تمام. هذا بالنسبة اللي هي جي ستور، دار المنظومة عفوا إيكولينك. طبعا نفس الشيء هي قلنا الاستشهاد، السجلات بقدر أصدرها، ونفس الأسلوب عشان أرجع لها أو أرفقها عندي في البحث اللي موجود ورجعت له. نروح الآن ل طبعا هتلاقوا كتير قواعد بيانات، مثلا دفتر زي هنري. هنري مش متخصصة في الإدارة والاقتصاد، لكن بتلاقوا فيها بحوث. فمثلا إذا أنا بحثت عن شغلة معينة ولقيت فيه عندي قلة أو ندرة في البحث اللي أنا بدي إياه، فممكن أرجع لقواعد بيانات الثانية وأبعكش فيها بزيادة. طبعا نرجع منقول هذه شطارة الباحث، اسمه باحث عشان هو اللي بيبحث عن المعلومة وبيقدر يصل لها. في عندي قاعدة بيانات السيفير ساينس دايركت، هذه من أكبر قواعد البيانات الموجودة وبتغطي مجال الإدارة والهندسة والحاسوب، برضه حنوصل لها من الرابط. السيفير ساينس دايركت، هيا عندنا هنا السيفير ساينس دايركت، حندخل عليها. بس باشمهندس فرجيهم كيف كمان،
فترة بنقلل عدد الآن في ساينس لأنه هي اللي خلينا نقول الأفضل. تمام. الآن أنا وصلت لموقع الساينس دايركت برضو نفس الشيء قاعدين بقول ملاحظين brought to you by Islamic University of Gaza. إذا أنا تأكدت إنه أنا داخل بطريقة صحيحة. في عندي برضو هنا في البحث حسب الكلمة حسب المؤلف حسب العنوان الكتاب أو الجورنال الفوليوم الإشيو وعدد الصفحات. خلينا نبحث في نفس الكلمة inflation. الآن نفس الشيء حيظهر لي نتائج بحث بإمكاني أرتب حسب علاقة كلمة البحث اللي بحثته أو حسب التاريخ. في عندي هنا فلاتر هتلاحظوا عندي 175,888 نتيجة. هنيجي الآن للفلترة وحنتلاحظوا أنه عنا برضو في عنا مثلا purchase هذولا مش متاحين. في عنا download هذا متاح وبتلاحظوا هنا قاعد بقول لي أنه open access أنا بقدر أوصل له. لو البحث هذا رجعت له مثلا في عندي برضو الإكسبورت نفس الشيء هي save to export to RIS زي ما عملنا في القواعد الثانية. الآن لو بدي أنا أفلتر نتائج البحث اللي موجودة عندي في عندي هنا الفلترة بإمكاني أفلتر نتائج البحث حسب السنوات. نفترض أنا بدي البحوث اللي تمت في 2018 رح يفلتر لي إياهم. الآن صارت عندي نتائج البحث 11822. الآن بقدر حسب نوع الارتيكل او نوع البحث الموجود عندي. في عندي ريفيو ارتيكلز في ريسيرش ارتيكلز في عندي بوك تشابترز واشياء اخرى متعلقه. طبعا في عندي اخبار اشياء زي هيك. لو جينا نفلتر حسب نفترض الانسايكلوبيديا انسايكلوبيديا مثلا لا احنا مش متوقعش حتفيدكم يعني الانسايكلوبيديا انسايكلوبيديا مش حتفيد بتاتا او مش شيء يعد مرجع. هي فعليا لحتى ريفيو ارتكلز وريسيرش ارتكلز هذول اكثر شيء يعني مفيد. خلينا نقول نشيل الانسايكلوبيديا او ريفيو ارتكلز خلاص خليها ريفيو ارتكلز. تمام صارت 582 نتيجه. لو نزلنا كمان عشان زي ما بقولوا ننقح البحث اكثر في عندي اللي هو الببليكيشن تايتل. اذا بدي انا اعمل تنقيح حسب الببليكيشن تايتل اللي هو عنوان مش البحث نفسه عنوان الكتاب او الجورنال المجله اللي نزل فيها البحث هذا واللي انتشر. فهنا بقدر افلتر مثلا اذا في عندي اطلاع على الجورنالز اللي في تخصصي فامكاني افلتر بشكل افضل. فمثلا اذا جينا ندور على شغله لها علاقه American Cardiology International Cardiology Medicine Surgery Clinics نفترض انه مثلا ناخذ هذا العنوان في اوكسفورد جامعه اوكسفورد حيجيب لي البحوث صاروا 8 عندي. فأنا بالشكل هذا بقدر أقلل نتائج البحث الموجودة عندي وأوصل للبحث بشكل أفضل وأيسر. طبعا الطريقة اللي فيها الرسومات السحرة هي طريقة بسمى systematic review فلازم تكتب الفلاتر اللي استخدم فيها إيش صحيح تمام تكتبيها حتى في المرجع. أنا استخدمت هالفلاتر حتى لو أي طالب أو طالب غيري بدأ تشتغل الشغل تحصل على نفس النتيجة لأنه الميثودولوجي في الوصول لنتيجة البحث مهم زي نتيجة البحث أنا وصلت لها بالضبط. لأنه في أحيانا بحوث بتقوم على الميثودولوجي تاعت البحث نفسه. تمام نأخذ نظرة عن المجانية. تمام نروح لقواعد بيانات مجانية. طبعا هي في نفس الصفحة لكن لسهولة لطول القائمة فعندنا حطينا رابط لسهولة الوصول إليها. هتلاحظوا في عندي برضه في قواعد البيانات المجانية تفصيل إلها برضه غير محددة المدة فيهم كلهم. ليش؟ لأنهم متاحين ومجانين للجميع. طريقة الوصول بلزمش إذا عرفت الرابط أنت عرفتوه ممكن تدخل من أي مكان بدون ما توصلوا لموقع الجامعة. إذا حطيتوا عندهم ملاحظين أنه عندنا الروابط تحت هنا هتلاقوا عنده رابط بيظهر رابط مباشر هيو هنا رابط مباشر للموقع بوصل له. طبعا كل موقع محدد إيش الاهتمامات اللي بيغطيها. يمكن من أكثر المواقع خلينا نقول اللي لاقت اهتمام في عندنا موقع هذا NDLTD. هذا الموقع ميزته إنه عدد البحوث اللي فيه ما فيش إشي موقع مجاني آخر بمثله. في 5.5 مليون بحث أو رسالة ماجستير أو دكتوراه عندنا. هنبحث عن نفس الموضوع inflation جدا طبعا
للأمانة كان في كلية الطب طلبت توصلتنا عشان نشترك في قاعدة بيانات، فكان تكلفتها حوالين 55,000 دولار في السنة. وإحنا كنا نتناقش في فرجي كان الدكتور عن الموضوع هذا، فبحث عن شغلة فلقى فيها تقريبا 500,000 نتيجة، فقال له خلص خلص بدناش، فاستكفوا هنا. طبعا هذا كل الأشياء اللي متاحة فيه النتائج متاحة للتحميل، لاحظين؟ طبعا بقدر انا بس على سبيل المثال عشان يعرف الطالبات الدنيا وين وصلت في العلم. اشتغلنا على مع باحثة أمريكية يعني ريسيرش اسيستنت، تحط اسم الشخص قاعدة بيانات اسمها نكسس اند نكسس سمعت فيها، وقاعدة بيانات اسمها فاكت يعني حقائق، فتحط اسم اي بني ادم وتحطوا اسماءكم يجيب كل تفاصيل حياته. شفته انا في موقع اسمه فاكتيفا. اسمه فاكتيفا طبعا هذا مش يعني مش ببلاش صحيح نفس فكره هويه بالضبط. فهم ليش بيستخدموها؟ هم كانوا يستخدموها لامور لها علاقه في امن الدوله، لكن صاروا يستخدموها في امور الماركتينج في التسويق وامور التوظيف، فمش بحاجه انه تروح تقول لهم ايش السي في تبعته. فلا هو بحط اسم كذا بعد ايش بالضبط راسه خلص السنه زي لينكدين، زي بياناتك على لينكدين كانوا هم بيستوردوها بس اوتو جنريتد مش مدخله بال كيف اوتو جنريتد مش مدخله منها لا دي الفرق عن لينكدين ايوه مدخله من جهات صحيح. زي مثلا كيف كنا احنا نشتغل على شركه من الشركات نشوف اثر القضايا المرفوعه على الشركه هذه على سعر السهم فلازم نعرف حكم القاضي في القضايا هذه، فصرنا نحط اسماء اسم الشركه وجبنا القضايا المرفوعه عليها في امام المحاكم، وصرنا نعمل تحليل لهم واشخاص كمان الاشخاص في الشركه نفسها اذا مرفوع عليهم قضايا امام المحاكم وكذا نشوف ايش بأثر هذا على سمعه الشركه. تمام. الان لو دخلنا على اي بحث كمثال عشان نشوف التحميل تبعه طريقه التحميل هنلاقي حيعطيني رابط لتحميل المادة. طبعا ممكن الرابط يكون رابط مباشر للبي دي اف، ممكن يكون رابط لصفحة فيها التحميل تبع البي دي اف، فهذا طبعا هو لانه بلم من كل المواقع والجامعات اللي بتتيح اشياء مجانية. خلينا ناخذ مثال ثاني. طبعا بعض البحوث بيصير فيها مشاكل، اذا حسيتوا في بحث فيه مشكلة فاذا تواصلتوا مع الموقع بلغتوهم بيحاولوا يعالجوا المشكلة بشكل سريع. هذا وداني مباشرة على فكرة وداني على الموقع الثاني اللي ححكي عنه. تمام صحيح هذا من جامعة كامبريدج البحث. تمام طبعا سايتيشن اتوقع انه مش متوفر عندهم السايتيشن، صحيح ما فيش عندهم سايتيشن. طبعا بقدر نفس الشيء افلتر البحوث اللي عندي بحسب السورس الجامعات اللي طالع منها البحث. هاي في عندي مثلا ميدل ايست تكنيكال يونيفرسيتي، في عندي كاليفورنيا، في عندي يونيفرسيتي اوف ايوا، اريزونا ستيت يونيفرسيتي، فكل بقدر افلتر البحث فيه، بقدر افلتر حسب السنه من الى احدد، بقدر حسب اللغه فيهم حتى بحوث عربيه يعني بس قليل العدد فلو قلنا مثلا انجلش طبعا مش هو مباشره في موقع مباشره اول ما اختار الشغله بفلتر، وفي عندي حسب التاجز هو لقيت كل بحث بينضاف عندهم بيضيفوله تاجز اللي هي كلمات مفتاحية، بقدر أفلتر حسب الموضوع. أنا بحثت عن inflation ففي تاج عندي مناسبة إلها بالضبط فبختارها وبقول له refine search، هتلاقي إنه نتائج البحث عندي صارت 640 نتيجة وبقدر أتصفحهم بشكل سهل. الآن من مزايا الموقع هذا إنه أنا دخلت على بحث هذا وعجبني أو لقيت فيه موضوع بهمني أو مفيد لي، في إمكاني هنا ألاقي كلمات أخرى متعلقة بالبحث، فهذه ممكن توصلني للمعلومة بشكل أدق أو توصلني لبحوث أخرى بتغطي نفس المعلومة اللي أنا ببحث عنها، فهذا بالنسبة لـ Global ETD Search. الآن الموقع الثاني اللي مفيد جدا هذا موقع British Library Ethos اسمه. هذا الموقع بيتيح لأكثر من 475,000 رسالة دكتوراه، مش ماجستير، مش بكالوريوس، لا رسالة دكتوراه فقط. مناقشة وين؟ في الجامعات البريطانية من جامعة أكسفورد، مانشستر، ساوثهامبتون، يونيفرسيتي في يورك، برمنغهام وكل الجامعات الأخرى البريطانية. طبعا العدد مهول بالنسبة لرسائل دكتوراه مفيد جدا للباحثين. معلش ايش اسمه بالله؟
اسمه British Library Ethos. يعني مهندس أحمد بيجي يقول لك مش ملاقيين، إيش بدنا نقول له؟ المشكلة في البحث أو الباحث، خلينا نضبطها. تمام. الآن برضو في عندي هنا نتائج البحث، بقدر أبحث. ملاحظين أنه صار عندي، إحنا أيام ما ضفناه كان 475,000، الآن صار أكثر من 500,000 بحث دكتوراه. inflation حنبحث. عندي 1133 نتيجة. طبعا صحيح هو بيتيح بعض الأشياء، خلينا نقول بشكل جزئي، يعني مثلا بيكون البحث مش كله متاح، بيكون منه صفحات. عشان أنا أوصل للأشياء فقط المتاحة كلها، في عندي الزر هذا بقول له هيك وبقول له سيرج، بيتيح لي الأشياء اللي كاملا متاحة لي بشكل كامل. صارت عندي 885 نتيجة، وإمكاني برضو نفس الشيء أفتحها النتيجة عشان أحملها. وهي immediate download، بس هو طالب إيش؟ تعمل لوجين، تعمل حساب ريجستر على الموقع وتعمل لوجين عشان تقدر يتيح لك التحميل. أنا بدور على السيتيشن بس أتوقع أنه ما في عندهم سيتيشن. لا ما فيش سيتيشن. تمام. هو عادة معظم المواقع المجانية ما بتكونش فيها المزايا اللي بتكون في المواقع المدفوع بالثمن. بالضبط. صحيح. صحيح. من سكولر تعمل هذه، لأنه أكيد معظم البحوث اللي موجودة في الجامعات الكبيرة زي هذه موجودة. صحيح. فهي خلينا نقول بشكل سريع وبسيط إن شاء الله يكون ويفيدكو القواعد البيانات الإلكترونية. طبعا زي ما حكى الدكتور قبل شوية، إنه اللي بيقول ما لقيتش بيكون المشكلة في طريقة البحث تاعته، أو خلينا نقول تنوع البحث تبعه، فيش حاجة ما نقدرش نلاقي عنها. الواحد اللي بيبحث حتى لو فرضا أنا ما لقيت في القائمة هذه وما لقيت في القواعد البيانات المجانية، في عندي جوجل، في عندي سكولر، في عندي في أكثر من مجال ممكن أتحرك فيه. ما لقيتش في الآخر برجع للدكتور المشرف عليا، للدكتور المساق. ففي الآخر الطالب لازم يلاقي المعلومة، الطالب هو شطارته في إيجاد المعلومة. ويعطيكم العافية. في إشي؟ لا لا للأسف. لأنه أسلوب البيانات اللي مدخلة في المكتب بتعينش على أنه تطلع الريفرنسي بشكل صحيح، لأنه معتمدين على أسلوب مكتبي مش أسلوب بحثي في الإدخال. كويس. إحنا وطالع الدكتور البشمهندس أحمد معنا، إنه إحنا عاملين بشمهندس في وزارة مناهج البحث العلمي اللي بيدرسوا طلاب نظري ومعرفين معنا. تمام. فحنورجيكم هان وانتبهوا بس معنا على نوعين من أنواع الريفرنسينج. طبعا أنتوا في البيت ممكن تنزلوا نسخة التجريبية عندكم، تمام، سواء كانت للإندوس أو كانت لميندلي. ميندلي اللي هو صار إشي متقدم في الريفرنسينج، وإحنا بننصح الطلاب يعني يبدو يشتغلوا عليه. بس خلينا نعطيكم مواصفات الميندلي. بس خلينا مع بعض عشان نشوفوا إيش الإمكانيات تبعت الميندلي. يعني ممكن إحنا نجيكم هان ونقول لك بليز يعني أكسس تو ميندلي، نشوف هل عندك إمكانية ولا. بتميز الميندلي إنه بنقدر إحنا ندخل على المكتبة من خلال الميندلي. يعني ممكن إحنا زي إحنا شوفنا تو قواعد البيانات، ممكن نبحث من ميندلي في قواعد البيانات. أوكي، هذا واحدة. بعدين سهولة في الريفرنسينج. الأهم من هيك إنه من خلال ميندلي إحنا نعمل بيلد للريسيرش نتوركس. بمعنى إنه لو أنت بدأت تشتغل ببحث مثلاً على سبيل المثال الانفليشن، فأي طالب عنده ميندلي ببحث في الانفليشن أنت حتعرفيه، تمام؟ فبيقدر يعمل لك نتوركس زي ما احنا شايفين، بتصير سهلت عمليه الباحثين. كمان ممكن انه تتساعدوا مع بعض في الدراسه تبعت. يعني اذا مثلا كان عندنا مشكله في معادله رياضيه، مشكله في بعض الارتكلز مش فاهمينها، فممكن هذول
طبعا زي ما احنا شايفين هنا في عندنا 30 مليون ريفرنسز، كمان 6 مليون باحث كونكتد باشمهندس احمد مع بعض. صحيح 6 مليون باحث مع بعض اون تايم على مندي. كمان بيسهل على الواحد كثير شغل، اللي يقدر انه يعرف ايش الريسنت توبكس وايش الريسنت سبجكت اللي هي قاعده تدرس في العالم. اوكي يعني ما بضلش الواحد يسال والله ايش انا الموضوع اللي بدي ادرسه، شو هو الموضوع اللي بدي احضره. لا هدول ممكن يساعدوكم انه هاي المواضيع اخر شيء. طيب الاهم من هيك، الاهم من الكلام اللي احنا بنحكي فيه، في كتاب مهم بس ما استحمد قرأناه اسمه Why the Poor Are Poor. لماذا الفقراء فقراء؟ آخر كتاب عندنا في جروب كتاب 340 صفحة، بقول الكتاب The Poor They Are Poor Because They Want To Be Poor. لأن الفقراء فقراء لأنهم هم ربنا. بمعنى اطلعوا إيش المكتوب هنا، Career Development and Funding. Career Development and Funding هذا من اللي بتيح فرصة إنه يمول أبحاث، كمان فرصة إنه إذا أنتوا عندكم سكيلز إنه أنتوا تشتركوا في أبحاث. هذا مرة فاتحة كتبوية صح؟ تركم في ناس بطلبوا حد ينفذهم أبحاث مؤسسات. ليش بطلبوا حد يعملهم أبحاث؟ لأنه ممنوع هم يعملوا أبحاث إلهم لأنه بصير فيها بايس، فهم ممكن يعتمدوا على باحثين خارجيين يحطوا الكود كود فور ريسيرش كود فور بروبوزل، وبالتالي من خلال الاندريك ممكن احنا ندخل ونشوف ايش الفرص البحثيه ونشوف ايش هم بدوروا. طبعا شوف كم كم فرصه متوفره، 172,785 الف فرصه ساينس اند تكنولوجي جوبز تو ادفانس يور كارير جرانت انفورميشن فروم 2000 اورجانيزيشن، يعني تقريبا 2000 مؤسسه تدخل وبتطلب ابحاث من خلال هذا الويب سايت. طبعا مجرد ما انه انتم تعملوا لينك وتعملوا داونلود وتعرفوا على حالكم من خلال المندري بتعرف عليكم السوفت وير ابلكيشنز، وبصير هذا يجيب لكم الفرص البحثيه اللي تتناسب مع الامكانيات. يعني لو مثلا انا مثلا في الطب فاكيد الابحاث المرتبطه في الطب حتجيني، لو انا مثلا في الهندسه نفس الشغله الابحاث الهندسه، لو كنت انا في الاقتصاد نفس الشيء، لو حكينا في الاداره المحاسبه بتسهل على بتطلع هاي. كمان بتعمل join millions of researchers using Mendeley. كمان مش بس انه احنا الموضوع تبعنا، بنقدر احنا نعاون مع باحثين بيستخدموا Mendeley في جزئيات من البحث. يعني ممكن هم عنده جزئية مثلا بده اياها عن غزة، تتفاجئ يعني كثير احنا كنا نشوف هم بطلبوا بدنا حد، لانه بيشتغلوا ابحاث في كل العالم، بيجمعوا بيانات في فرنسا في الصومال في اليو كي، وكمان بيعملوا بيانات عن فلسطين، فهم بدهم باحثين. فاذا انتم مشتركين معهم فبتكونوا فرصه لهم وفرصه لكم، فبصير هم يسهلوا عليهم. فبطلب منك مثلا والله احنا نعمل دراسه على الاتيتيودز تبعت الطلاب اللي بدرسوا في العالم باتجاه جوجل سكولر. فمثلا هاي مجموعه ابحاث جيبوا لنا مثلا ايميلات الطلاب، او اعمل برنت اوت للكويشنير ووزعوه، وهي التكاليف تبعته الى اخره. يعني شغلات بسيطه جدا ممكن تجيب معنا فند وتجيب دخل بحسن الانسان فرصه. هذا على مستوى مندي اللي احنا بننصح فيه الباحثين يستخدموا هذا المندي. وبعدين هذا بتميز المندي عن الاند نوتس انه هذا ببلاش، ما بدفعش فيه مصاري، الضخامه تبعته والامكانيات اللي متوفره فيه ببلاش، يعني مش بتدفعش مصاري. لو احنا طلعنا على الاند نوتس اخر شيء الاند نوتس صح، الأربعة القارنة بورجيكم المندلي والإندوس كيف تشتغل. أوكي؟ طبعاً هذا الكلام اللي إحنا بنحكي فيه بده ينعكس على التقرير اللي بتشتغل فيه. يعني ممنوع نعمل ريفرنسينج بالإيد. بتقول ريفرنسينج إيش؟ إلكتروني. بمعنى إنه يا إما إحنا في عندنا مختبر جاهز ممكن تستخدموه
في كل الإمكانيات، في مندلي، في الإندونس، تجيب شغلك، تنزل أبحاث، تعمل سيرتيشن إلكتروني على أساس إنك تسهل على حالك. تمام؟ شكرا باشمهندس. نعم. يعطيك العافية.